السلام عليكم. اليوم في عندي لغز جديد. في عندي ورقة مربعة مقسومة إلى 4 أقسام، بس لما أغير وضعية كل قسم تظهر لي مفاجأة. وهي مربع في الوسط، مثل ما شايفين، رغم انه شكل الورقة ما تغير، هي ذاتها هي ذاتها، بمجرد تغيير وضعية الأقسام ظهر لي مربع فارغ في الوسط. من وين إجا المربع؟ بتمنى هاللغز يكون عجبكم. إذا حابين شوفوا المزيد، ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.